السلام عليكم. إيران قامت بتحركات عسكرية خطيرة في الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل التقدم بريا على الأراضي العراقية واقتحام إقليم كردستان في الأيام القادمة. هذه جاءت من عدد من المصادر، إحدى أهم هذه المصادر هي إيران إنترناشنال، التي تحصلت على تصريحات مهمة للغاية من أحد عناصر الحدود في إقليم كردستان، هو الذي أكد هذه المسألة لهم، والذي قاله بصريح العبارة كما وثقت إيران إنترناشنال بأن إيران قامت بتحشيدات كبيرة للغاية وبالسلاح الثقيل مع الحدود أو مع الحدود مع إقليم كردستان، وذلك من أجل التقدم طبعا، ولكن الأهم من هذه المسألة وما يؤكد هذا التقدم بأنهم قاموا بإغلاق معبر حاج عمران أو منفذ حاج عمران للتقدم كما تحدثنا على الإقليم، وطبعا سبب التقدم بشكل واضح بالنسبة إليهم كما هم دائما يتحدثون هي لمطاردة الأطراف الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، خاصة وأنهم يتهمون هذه الأطراف بأنها تتدخل في التظاهرات الجارية في إقليم كردستان، وبأن هذه الأطراف الإيرانية المعارضة في الإقليم هي تقوم بتسليم السلاح للمتظاهرين داخل إيران ويؤججون الموقف، ولهذا هم يريدون التقدم بهذا الشكل الذي نذكره لكم. وهذا ما ذكره هذا المصدر لإيران إنترناشنال الثلاثاء الماضي، أي قبل يومين. أكد ضابط في حرس الحدود بإقليم كردستان العراق مساء الثلاثاء لإيران إنترناشنال أن القوات البرية التابعة للحرس الثورية الإيرانية أغلقت معبر الحاج عمران الحدودي، ونشرت عددا كبيرا من القوات المجهزة بأسلحة ثقيلة هناك وتستعد لعمليات برية داخل كردستان العراق. هنالك معلومة أخرى جاءت يوم أمس وتصريح مثير للغاية يؤكد ما جاء هنا من تصريح من هذا الضابط من حرس الحدود في إقليم كردستان. التصريح كان قادما من أحد أهم الأطراف في الداخل الإيراني، وهو هذا الرجل محمد كوثري، هو ممثل طهراني في البرلمان الإيراني، وكذلك هو كان أحد أكبر وأحد أهم القيادات في الحرس الثوري الإيراني. الرجل قال نعم، هنالك قوات إيرانية موجودة على الحدود مع إقليم كردستان، وأضاف معلومة مثيرة للغاية، هو قال بأن هذه الأطراف المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان لديها خطة أساسا، وهذا هو سبب التحشيدات على الحدود، بأن هذه الأطراف هي تريد أن تتقدم وأن تسيطر على كردستان إيران. هنا كما تلاحظون كردستان الشرقية تقريبا تمتد إلى سنندج، إلى حتى ما هو ما بعد مدينة سنندج، وبالتالي هي منطقة كبيرة للغاية. بمعنى آخر بأن هذه الأطراف ما تفكر به كما يتحدث طبعا كوثري، هو يقول بأن هذه التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني وتحديدا في كردستان إيران إذا ما اشتعلت وإذا ما سيطرت وإذا ما خرجت السيطرة الإيرانية للقوات المسلحة الإيرانية عن هذه المنطقة، فإن هذه الأطراف تفكر وتخطط لاستغلال هذا الموقف من أجل الدخول إلى هذه المنطقة والسيطرة عليها. على هذا الأساس هم أرسلوا هذه القوات للحدود لحفظ الأمن مع الحدود، بالتالي أصبح كل شيء مؤكد عن هذه التحشيدات. إيران لم تتوقف عند هذا الحد، بل اليوم كانت هنالك شكوى إيرانية في مجلس الأمن الدولي، في الأحرى هي رسالة في مجلس الأمن الدولي اشتكت مباشرة فيها من عدم تعاون الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مع المطالب الإيرانية فيما يتعلق بهذه الأطراف، وقالوا بأننا قد وضحنا مرارا وتكرارا ما نريده من هذه المسألة، نحن طلبنا من العراق أن يقوم بنشر قواته على الحدود مع إقليم كردستان من أجل منع تهريب السلاح، كذلك طلبنا منهم أن يقوموا بعملية إغلاق المقار التابعة لهذه الأطراف وأن يكون هنالك عملية نزع السلاح من هذه الأطراف نهائيا، وعلى هذا الأساس أيضا نريد منكم أيها العراقيون أن تقوموا بتسليم الأسماء التي سلمناها لكم من هذه الأطراف المعارضة لكي تتم محاكمتهم في الداخل الإيراني بسبب تدخلاتهم في زعزعة الاستقرار، بتدخلاتهم في هذه التظاهرات، وبالتالي كل هذه الأمور الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لم تفعل شيئا رغم كل الأدلة التي وفرناها للعراق ولإقليم كردستان في هذا الصدد، ولذلك نحن سنقوم بالدفاع عن نفسنا بحسب الأطر القانونية وندخل إلى إقليم كردستان كما نريد، وهذا النص الخطير الذي جاء في مسألة ما تريده إيران من عملية اقتحام على داخل إقليم كردستان
الآن، ودعونا نلقي نظرة من هذا النص الخطير في وكالة تسنيم الإيرانية الذي نشر اليوم. البعثة الإيرانية دائما، هذا ما نصت عليه الرسالة تحديدا في هذا المقطع، لم يتبقى أمام إيران خيار آخر سوى استخدام حقها المبدئي في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي بهدف حماية أمنها القومي. وهذه المسألة، وبالحديث عن القانون الدولي، أي من هذه القوانين؟ ما هو هذا القانون الذي تتحدث عنه إيران؟ هو نفس القانون الذي تعذرت به تركيا الأحد الماضي عندما أعلنت عن عملية جديدة بدأتها في العراق وفي سوريا، وأطلقوا عليها المخلب السيف، وقالت وزارة الدفاع التركية بهذا الشكل بأن العملية تأتي وفقا لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا بالضبط الذي تريد أن تتعذر به إيران، وبالتالي ليس حلالا فقط على تركيا بل حلال علينا أيضا أن نتقدم لإقليم كردستان. المشكلة ما تحدثت به إيران، وفي مسألة عدم تعاون العراق، في مسألة التعاطي مع المطالبات الإيرانية تجاه هذه الأطراف المعارضة في إقليم كردستان، هي لم تكن دقيقة 100%، لأن يوم أمس كان هنالك اجتماعا مهما ترأسه رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني للمجلس الوزاري للأمن الوطني. كان هنالك حضورا لجميع أعضاء المجلس، مستشار الأمن القومي العراقي كان موجودا، وأيضا كما تلاحظون أيضا رئيس أركان البيش مرقة، وكانت هنالك اتفاقا على العديد من النقاط كما تلاحظون، 4 نقاط تم الاتفاق عليها، وهنالك شرطا مهما تم اتخاذ القرار بشأنه، ألا وهو نشر القوات اتحادية على الخط الصفري أو الحدود الصفرية بين إيران وبين إقليم كردستان. على هذا الأساس هذه الأطراف المعارضة لن تتمكن بعد ذلك مع نشر هذه الأطراف طبعا ومع نشر القوات العراقية هنا على الحدود مع إيران، لن تكون هنالك أعذارا كثيرة لإيران بالحديث بأن هذه الأطراف تمرر السلاح للمتظاهرين، لأن الأمور ضبطت من القوات العراقية. وطبعا الاتفاق يأتي بالتعاون بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لكي يمنعون مسألة التقدم البري الإيراني الذي تهدد به إيران. المشكلة كما ذكرنا بأن إيران لديها العديد من المطالب في هذه المسألة، هذا وليس المطلب الوحيد، يريدون هؤلاء من الأطراف المعارضة أن يتم تسليمهم، نزع سلاحهم، غلق مقارهم وغيرها من هذه التفاصيل. كل هذه التفاصيل لم ينفذها العراق، وليس واضحا ما إذا كان العراق أساسا سينفذ هذه المسألة، ولكن القرار يأتي في انتشار هذه القوات تحديدا من أجل منع هذا التدخل. خبراء كثر مثل مايكل نايتس على سبيل المثال مؤخرا، وبالأحرى مع اشتعال هذه التظاهرات في الداخل الإيراني في سبتمبر، كان قد تحدث مع التهديدات الإيرانية تجاه إقليم كردستان، تجاه المملكة العربية السعودية، وجد بأن إيران تريد أن تغير المشهد. هذا هو الهدف الأساسي لإيران، لهذا هي تضع العديد من الشروط التي تبدو تعجيزية ليس فقط على الحكومة العراقية بل حتى على حكومة إقليم كردستان، وأنها مصرة على عملية التقدم للداخل. لماذا؟ لأنها تريد أن تجعل من الحدث في إقليم كردستان هو الحدث الأكبر والأبرز، والذي طبعا تركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأكمله، يبدأون بالحديث عن الإقليم وغيرها، ويصبح الحدث الأول والأكبر والأخطر على الجميع. وعلى هذا الأساس تكون هنالك معركة، ويكون هنالك أولوية لهذه القضية بدلا من الأولوية التي تأتي من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاه هذه التظاهرات وما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان كما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا سيسمح لإيران أن تنهي تماما مع التركيز على إقليم كردستان وما يجري أن ينهوا هذه التظاهرات التي تأتي في هذه المنطقة. يجب أن ننتبه بأن التظاهرات التي تأتي هنا في كردستان إيران، في كردستان الشرقية، هي خطيرة للغاية على النظام الإيراني. إذا ما ذهبنا مثلا حول ما وثقته الكريتيكال ثريتس بالتعاون مع معهد دراسات الحرب من يوم 20 نوفمبر حتى يوم أمس، إذا ما ذهبنا إليها سنلاحظ بأن التظاهرات التي تأتي في كردستان إيران هنا كبيرة للغاية. لاحظ سنندج وغيرها من المناطق كلها مشتعلة بالتظاهرات، بالإضافة طبعا إلى العاصمة الإيرانية طهران. لكن دعونا نركز هنا على 20 نوفمبر، وأيضا في 21 نوفمبر تظاهرات كثيرة، في 22 نوفمبر مرة أخرى كردستان إيران تظاهرات مستمرة، وفي 23 نوفمبر تأتي هذه التظاهرات. بالتالي تركيز كبير جدا على إيران، لا بد من تحويل هذا التركيز إلى إقليم كردستان كما وجد مايكل نايتس. ويبدو بأنه
محقا في هذه المسألة، خاصة وأننا قبل أن نبدأ هذا البرنامج كانت هنالك مقطعا فيديويا قد نشر عن المملكة العربية السعودية تحديدا لهذه الطائرات، من طائرات شاهد 136 المفخخة الإيرانية وهي تخرج من خنجر، من خنجر يمني. هذه هي الجنبية اليمنية وهي تخرج منها الطائرات في إشارة بأن جماعة الحوثي ستهاجم المملكة العربية السعودية وقد تهاجم حتى الإمارات العربية المتحدة، لأنهم سبق وأن هددوا في هذه المسألة وهو ليس بالأمر الجديد بالنسبة إليهم، وقد يضربوا المنشآت النفطية وهذا سيغير الكثير وسيغير المشهد تماما. السؤال هنا، إذا ما قررت إيران فعلا الذهاب بهذا الطريق واقتحام إقليم كردستان، أي من النقاط التي ستقتحمها في ظل هذه التفاصيل التي انتشرت من إيران انترناشنال من محمد كوثري والتأكيدات على أن هنالك تحشيدات واقتحاما مقبلا؟ دعونا نركز على منطقة سيدكان تحديدا، خاصة وأن المعبر الذي تحدثنا عنه معبر حاج عمران قد أغلقته إيران تماما وبأنها بدأت تحشد بشكل كبير. دعونا نأخذ المدرعات الخاصة بهم بأنهم يحشدون في هذه المنطقة، وبالتالي عملية الاقتحام يبدو بأنها قادمة بشكل كبير تجاه سيدكان وتجاه سوران، خاصة وأن المدفعية الإيرانية منذ بدء العمليات العسكرية ومنذ بدء قصة تدخل هذه الأطراف المعارضة في التظاهرات الإيرانية التي يتحدثون عنها، كان هنالك قصفا كبيرا جدا من قبل الإيرانيين بالمدفعية على هذه المناطق الحدودية، وأيضا كانت هنالك هجرة كبيرة من قبل المواطنين الموجودين في هذه المناطق، كانوا قد خرجوا من هذه المناطق، حتى أن قائد القوات البرية الإيرانية وهو محمد باكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني تحديدا كان في اليومين الماضيين كان قد صرح بأن على المواطنين في إقليم كردستان أن يخرجوا من هذه المناطق القريبة من مقار هذه الأطراف المعارضة الإيرانية لأنها ستستهدف، بالتالي يريدون إخلاء هذه المنطقة، التقدم لهذه المنطقة مباشرة وقد يكون على عمق حتى 10 كيلومترات. لا نستغرب هذه المسألة أبدا إن تمت بهذه الطريقة، وعلى هذا الأساس يستطيعون القضاء على كل شيء متعلق بهذه المقار بقصفها وأيضا إنهاء هذا التواجد، وأن يتحول تركيز العالم فجأة إلى معركة كبيرة بعض الخبراء يجدونها بأنها قد تكون بحجم ما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية. هذه هي خطورة الموقف الذي قد نراه في العراق، وهذا ما لا يتمناه أحد.